كده بالشكل ده يعني. لا. نعم. انت بصراحه هنا نبدا يعني ايه زي ما حد بيقول كده الحياه تبدا في العاصمه. صحيح. انا يعني خلينا نقول بشكل مبسط، انا في رايي ان الحياه ابتدت خلاص. يعني مع انتقال الحكومه الحياه ابتدت. يعني ده اللي كنا نقول حتى لينا احنا كاختبار كشركه مدى نجاح ان مره واحده يجينا على في مده قصيره. احنا وصلنا النهارده يمكن حوالي 15 17 الف موظف ينتقلوا كل يوم كل يوم. وان شاء الله لما تتم انتقال الحكومه العدد اللي جاي لنا هتصل ل 40 الف. فطبعا 40 الف دي حضرتك رقم كبير، بيتحركوا بيخشوا ويدخلوا. فأهم حاجه عندنا ان احنا نطمن ما يحصلش مثلا مشاكل مروريه، ما يحصلش الحاجات دي. الحمد لله ماشيه كويس جدا العمليه. النهارده عندنا بعض العائلات ساكنه حاليا بقى يمكن اكثر من 5 6 شهور موجودين هنا عايشين. انا متوقع بنهاية العام الدراسي برضه الناس هتنتقل، لان الحي السكن الاولاني اللي هو اللي جاهز للسكن دلوقتي تقريبا بنباع كله بالكامل. وبالتالي احنا بنتكلم على، انا متوقع ان بعد العام الدراسي هيبقى عندنا حجم في الصيف انتقال، مع انتقال كمان العاملين والحاجات دي كلها ما يقلش عن مثلا اظن من 2000 ل 3000 اسره 4000 اسره. فبنتكلم في حوالي 20 30 الف ساكنين مقيمين طول النهار. فعشان كده بقول حاجه، احنا بنحاول نوفر لهم كل الخدمات اللي جايه، وبنتوسع في الخدمات اللي موجوده عشان المواطنين اللي جايين يبقوا يلاقوا كل حاجه موجوده، بما فيهم طبعا مواصلات، بما فيها طبعا محلات زي ما حضرتك قلت، اماكن الترفيه زي دي بقى شغاله برضه. هيبقوا عايزين يحبوا يخرجوا، عايزين يحبوا يتفسحوا. بنوفر لهم كل يعني. فالحمد لله، وزي ما بقول يعني دي مرحله مع الوقت كل حاجه بتزيد، مع الوقت كل حاجه موجوده. لان هي دايما يعني بتقول مثلا بتروح تجي المحلات يقول لك طبعا عايز الناس. والناس بتقول لك طبعا عايز المحلات. فلازم في بدايه. فانا بقول البدايه الصحيحه ان الحكومه انتقلت. الناس عارفه الجديه خلاص، شايفه ان خلاص بقت العاصمه جاهزه. مش معقول الحكومه تنتقل مثلا ما فيش خدمات، ما فيش مرافق، ما فيش. بالعكس، ده الحكومه النهارده حكومه ذكيه، كلها كمبيوترات، في شبكه داخليه بين الحكومه، مش في يعني المرحله القادمه طبعا يعني من المعلومات السابقه عندي انها تبقى حكومه بيبرلس، ما فيش ورق، كله عن طريق شبكه الانترنت وبتاع. ما فيش بقى اللي بعت جواب وبعت الجواب، لا كله عن الانترنت. ودي الشبكه دي جاهزه، وهي دي اللي شغاله دلوقتي الحكومه دلوقتي حاليا بتتعامل عليها. فخلاص مرحله جديده اظن يعني الجمهوريه الجديده. فكر مختلف، الفكر كله حاجه. لما ننتقل للحياه الحكوميه هتشوف يعني مفيش صور. المواطن اللي هو يعني عايش مش عايش في القاهره ومش هيستفيد قوي من العاصمه، هل من العوائد اللي هي بتيجي العاصمه من خلال اللي حضرتك بتتكلم عليها انه تصل للمواطن العادي اللي عايش في الصعيد اللي عايش في بحري من خلال خدمات؟ هل مستفيد من ده، من عوائد العاصمه اقصد؟ هقول لحضرتك من عوائد العاصمه هي دلوقتي. أيوة. انا زي ما قلت لحضرتك احنا شركه، وعندنا كشركه زي اي شركه عندنا مسؤوليه مجتمعيه. احنا طبعا يعني برعايه فخامه الرئيس انا عرضت عليه ان احنا هنطلق قريبا جدا ونتبع وزاره التعليم العالي مبادره ان احنا 100 اوائل ثانويه العامه من الصعيد هنرعاهم في الجامعات الموجوده في العاصمه. 100 واحد من اوائل الثانويه العامه من الصعيد. ايوه. هذا العام هنرعاهم في الخمس جامعات الدوليه اللي موجوده عندنا. عظيم. الرعايه كامله. من اول لما هياخد مصروف شهري رقم يعني رقم كبير عشان يقدر يسكن. متوقعين كام؟ يعني من حد رقم، بس بنتكلم بين يمكن 5000 و6000 جنيه في الشهر. عشان الاقامه والاكل والشرب بتاعه. كويس. جامعه مجانا. الجامعه مجانا. ودي البدايه بتاعتي، دي اول حاجه ان احنا ابتدينا بدي 100 من اوائل محافظات الصعيد الثانويه العامه السنه دي. ان شاء الله هتطلق المبادره قريبا جدا فخامه الرئيس. هي. دي احد الحاجات اللي هي عاملين. طبعا هم دي الاوائل دول ما عندهمش الفرصه ان هم يتعلموا الجامعات الاجنبيه دي كلها. جامعات هنا جامعات دوليه. جامعات اجنبيه. طبعا هم من الاوائل، هو بالتالي عندهم يعني محتاجين. كيف في الصعيد ما فيش فرصه لهذا المستوى من التعليم. كويس. فاحنا قلنا هنبتدي كتجربه نرعاهم. هنرعاهم طبعا مش بس السنه دي، لما يعني بيخش الجامعه احنا بنرعاه لحد ما يتخرج. كويس. وكل سنه بنزود مع الجامعات هنا كلها. فاحنا بدين ده جزء، اول جزء من المسؤوليه المجتمعيه عندنا. كويس. كشركه. كويس. ان احنا مخصصين في الموازنه عندنا رقم هيتصرف كل سنه. وعندنا بقى بعض الافكار الاخرى تقريبا يعني حددين السنه دي وحاطين في الموازنه عندنا حوالي 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه.
السنه دي، ودينا اعتمدناها خلاص من الاداره. دي البدايه بتاعتنا، دي كانت اول مره يعني كشركه في الموازنه بتاعتنا وبتاع. وطبعا دي بتبقى يعني بتبقى نسبه مجتمعيه ومشاركه مجتمعيه، وتبقى في حاجات مخصصه. احنا شايفين ان هو التعليم ده من اهم الحاجات، فاحنا هنقدر نرعى اعداد، متوقعين ان ربنا يسهل نقدر السنه الجايه اكتر. وفي افكار اخرى لسه جايه يعني في الطريق دلوقتي ان احنا نرعاها. اللي ممكن جاي ممكن ايه؟ ما بقول حاجه، كله احنا بنحاول نركز في التعليم، التعليم في التدريب. احنا احد مراكز التدريب حضرتك هتشوفها دلوقتي، وقعنا مع الجامعه الامريكيه انها تاخد تدير هذا المركز، تدي الكورسات بتاعه الجامعه الامريكيه اللي هي اكاديميه التعليم المستمر عندهم. وبالتالي هنقدر احنا كمان نخش سبونسر، حتى ندي برامج مجانيه، ما عنديش مشكله ان احنا نصرف على ده، ان هو ده المستقبل. احنا حتى كشركه بنقول اللي هيتخرج نقدر ناخده عندنا في الشركه. احنا محتاجين